بنيت على توطين الصناعة والأبحاث في قطاع الصناعات العسكرية واستدامة القوى البشرية، وتستهدف تمكين وبناء نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتمكينها. هيئة الصناعات العسكرية تطلق استراتيجيتها للقوى البشرية في القطاع لتسهم في تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع وبين مخرجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، عبر التركيز على أكثر من 800 مهارة مطلوبة في القطاع ينبثق عنها 172 مجالا وظيفيا. الاستراتيجية تضمنت العديد من المبادرات ذات الأولوية، يأتي على رأسها تأسيس أكاديمية وطنية متخصصة في الصناعات العسكرية بالشراكة بين المنشآت العاملة في القطاع وبدعم وتمكين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية. استراتيجية تؤسس لفرص استثمارية وإصلاحات لازمة لسد فجوات واحتياج سوق العمل بالسعودية في العديد من المجالات كقطاع الصناعة العسكرية والدفاعية، وتطوير منظومة القيم في سوق العمل بقطاع الصناعة العسكرية والدفاعية عبر تطويرها جاهزية من هم على رأس العمل، وكذلك تهيئة الأجيال القادمة لتمكينهم من دخول سوق العمل، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الفئة ذات المهارات غير المتوافقة مع متطلبات القطاع لتستمر مسيرة توطين الصناعات العسكرية عدة وعتادا ورأس مال بشري لتحقيق المستهدف بحلول 2030 لتوطين 50% من الصناعات العسكرية.